على القهوة لما زي ما فاهم بنقول لكل اللي بيتابعونا حالا، أهلا وسهلا بيكم من جديد. أنتم معانا على القهوة على نجوم اف ام، موعدنا 2/4/5 جمعة من الساعة 12 للساعة 3 صباحا. وحضر الاستوديو نجوم اف ام واللي على القهوة ماهر زين. أهلا أهلا الحمد لله على السلامة ماهر. الله يسلمك، السلام عليكم للجميع. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماهر حبيب مستمعي نجوم اف ام وحبيب على القهوة، منور ومبروك السيدي. مبروك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. مبروك للجميع. مبروك للجميع. انت ومبروك لينا ان انت معانا ان شاء الله النهارده الحلقه. وانا والله مبسوط، مبسوط كتير اني موجود معاك. معاكم يعني في اكيد. لا المره الكام؟ رابعه؟ رابعه خمسه؟ هيك شيء التالته ولا الرابعه؟ والله مش عارف، يمكن ثلاثه اربعه قبل ثاني رابعه. رابعه ان شاء الله لسه الخمسه والسادسه احنا معاك. نجوم اف ام معاك دايما يا ماهر. ان شاء الله مع نجوم اف ام. هنبدا بانك تقول حاجه للفان بتوعك والليسنرز والناس اللي بيسمعوك. عايز اقول لك النهارده بيسمعنا ناس من كل العالم ما شاء الله، عشان محبي ماهر زين ما شاء الله كلهم سامعينك. فتبدا اسالك. والله انا مبسوط كتير انه موجود معاكم مع اخونا احمد يونس ومع المستمعين. شكرا للسبورت يعني كالعاده، وان شاء الله هيكون يعني هيكون عندنا بروجرام جميل ان شاء الله. السي في الحمد لله يعني انا وانا بذاكر كده عشان الحلقه شايف المبيعات هايله، وشايف وكان في مشكله ان اول ما نزل كان في موضوع الانترنت والتسريب الاجاني، ولكن الحمد لله ما شاء الله الحمد لله تجاوزنا هذه المشكله. الله ستر. الحمد لله. تجهيز اكثر من سنتين. سنه يعني سنه تقريبا. يا احنا بلشنا تقريبا السنه الماضيه، بس كمان تعرف انه انا يعني انا تقريبا الملحن والموزع تقريبا لكل الاغاني، وعم بعمل شغلي وعم سافر وعمل حفلات وعمل يعني تعرف الشغل كله مع بعضه خلى الوقت يعني ستريتش اكثر واكثر. بس الحمد لله بالاخر يعني مساعده من الجميع الحمد لله. او الحمد لله ردود الافعال والفيدباك على السي عالميا هايله. الحمد لله. والناس خلاص يعني ماهر بقى حاجه مميزه جدا عند كل الفانز في كل العالم. الحمد لله. مسؤوليه يعني ان شاء الله انت قدها ان شاء الله. ماهر هنبتدي نغني حاجه عشان مش هينفع تبقى معانا وما نغنيش، لازم كل شويه نغني نجندن ونرقي بعض. شو تحب تسمع؟ لا انا يلا يكرمك. احنا طبعا هختار اول حاجه ونسيب المستمعين يختاروا. عايز اسمع مولاي يصلي وسلم. مولاي يصلي اللهم صل على سيدنا محمد، يعني اجمل حاجه تبدا بيها. بسم الله. مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق ان شاء الله حاجات جميله من هذا ماهر زين، وانتم اللي اختاروا عايزين تسمعوا من الالبوم الجديد لماهر زين. ماهر انا عايز اقول لك ان اللقاء النهارده ده يعني احنا بنرتبه بقالنا مده وكل شويه